السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعلم طريقة منع تتبع احتساب زيارتنا إلى المدونة وطريقة حذف المدونة. أولا نقوم بالدخول إلى الإحصاءات، ثم نذهب إلى الأسفل، ثم إدارة تتبع عدد مرات مشاهدة الصفحة، ثم نقوم بتفعيل عدم تتبع مرات مشاهدتي لهذه المدونة. قمنا بإنهاء الأمر، ثم نذهب إلى الإعدادات لحذف المدونة. نذهب إلى الأسفل، ثم في إدارة المدونة نجد إزالة المدونة، نقوم بالنقر عليها وثم حذف. يقوم بحذف المدونة خلال 90 يوما، ثم حذف. ونقوم بحذف المدونة ونستطيع ثم من استعادة المدونة خلال 90 يوم قبل الحذف. وهكذا قمنا بحذف المدونة.